أكثر مادة شفائية كما يؤكد كثير من الباحثين هي العسل. هذه المادة فعلا تعتبر معجزة بحد ذاتها، طريقة صناعتها، طريقة تخزينها، فهي مادة مهمة جدا جدا وفيها الكثير من أسرار الشفاء. لذلك القرآن العظيم المادة الوحيدة التي ربطها بالشفاء هي العسل. وكلمة شفاء وردت 4 مرات في القرآن، 3 مرات مع القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء. يا أيها الذين آمنوا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، بل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. 3 مرات القرآن، وفي مرة ذكر العسل وذكر معه الشفاء. يعني قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالشفاءين، القرآن والعسل. يقول الدكتور مالون: إن جميع أنواع العسل تتميز بوجود مضادات للجراثيم من النوع القوي. ويقول: إنك لا تجد أي مادة في العالم تشبه العسل في خواصها المطهرة، حيث يفرز النحل مواد خاصة يعني معروفة بخصائصها المعقمة. كما أثبت هذا الباحث بعد تجارب استمرت أكثر من 20 أو 25 عاما، أن العسل له طاقة كبيرة جدا في علاج الإمساك المزمن وبدون أي آثار جانبية. ويقول هذا الطبيب: إن أدواتي الطبية التي أحملها معي في حقيبة العلاج هي مجرد ضمادات من العسل. يقول الدكتور مولان: إن للعسل تأثيرا مذهلا في علاج الحروق والتقيحات، ويمكن تطبيقه مباشرة على الحروق فيعمل على ترميم الجلد وقتل البكتيريا المؤذية، بل يزيل آثار الحروق، فتجد العضو المحروق بعد العلاج بالعسل عاد كما كان دون آثار أو ندوب. سبحان الله. طبعا لقد حيرت بعض أنواع الجراثيم باحثي الولايات المتحدة الأمريكية ولم يجدوا لها علاجا، ولكنهم اليوم يحاولون استخلاص المضادات الحيوية الموجودة في العسل لتعقيم المشافي، حيث يؤكدون أنها من أفضل المضادات الحيوية. سبحان الله. الاكتشاف الغريب أيها الأحبة هو العلاقة بين العسل وعلاج السرطان. دعوني أيضا أتابع وأتأمل معكم ماذا كشفت الدراسات العلمية حول هذا السر الجديد. بعد اختبارات طويلة جدا، وجد الدكتور جلينيس راوند اختصاصي أمراض السرطان شيئا غريبا في العسل، فقد لاحظ أن للعسل تأثيرا مدهشا في علاج السرطان. ويقول: إننا نستعمل العسل في علاج سرطان الجلد، حيث يخترق الجلد ويعالج هذه الخلايا السرطانية بشكل أفضل من أفضل دواء ممكن، كما أن العسل يعالج أيضا القروح. وكذلك هناك بحث يؤكدون فيه قوة شفائية موجودة في العسل تتعلق بعلاج قروح المعدة والتهابات الحنجرة، حتى إن العلماء يصنفون العسل كأقوى مادة شفائية اليوم. إن الأطباء ينصحون بالعسل لعلاج نوبات الربو والتهابات الرئتين والمجاري التنفسية وعلاج السعال المزمن، فإن العسل أثبت قدرته الكبيرة على الشفاء وبشكل أفضل من أي دواء كيميائي آخر، كما أن العسل له قدرة على علاج التهابات اللثة وتسوس الأسنان، كذلك علاج الضعف الجنسي وأمراض العقم، كذلك علاج كثير من أمراض الحساسية. الله تبارك وتعالى ماذا قال أيها الأحبة؟ تأملوا معي هذه الآية العظيمة، وهي الآية الوحيدة في القرآن التي ربطت بين مادة طبيعية وبين الشفاء، لا يوجد غيرها في القرآن. قال تبارك وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. شكرا على المتابعة، لا تنسوا دعم المقطع بلايك، والسلام عليكم.